وأولى فقراتنا لليوم هي الفقرة الطبية اللي بنحاول دائما تكون هي أجوبة لكثير من الأسئلة والاستفسارات وحتى كثير من الأعراض اللي بيشعر فيها كثير من الناس. تصلب الشرايين هو موضوع فقرتنا لليوم، طبعا هو عبارة عن عملية تدريجية تتراكم فيها المواد اللي بتحتوي على دهنيات وكوليسترول من الكلس على جدار الشريان، الأمر الذي يؤدي لضيق الشريان، قد يصل الأمر لانسداده بشكل كامل. هذا الموضوع رح نحكي عنه بالتفصيل مع الدكتور حسن إبراهيم، اختصاصي في الأمراض الداخلية وأمراض القلب. صباح الخير دكتور، صباح الصحة والعافية. استاذ صباحكم وصباح الخير لكم ولكل بلدنا. يسعد صباحك دكتور. خلينا نبلش ونتعرف اكثر من حضرتك، شو هو تصلب الشرايين وشو المسبب له؟ تصلب الشرايين هو مرض يصيب الشرايين، معروف أن الشرايين هي اللي تروي كل أعضاء الجسم بالسكر وبالأكسجين. فالتصلب يصير نتيجة عوامل معينة، على رأس ارتفاع الضغط الشرياني. معروف أن الشريان يتألف من ثلاث طبقات، طبقة بيطانية يلي هي لها عمل معين ولازم تكون سليمة لحتى تشتغل بشكل جيد، وطبقة عضلية خارج هذه الطبقة، والطبقة المغذية يلي في المحيط. الآن نتيجة ارتفاع الضغط المستمر وارتفاع الضغط المزمن، الشريان في طبقة عضلية تساعد على التقلص والعمل بشكل جيد والمرونة، يعني تتميز بالمرونة وبأداء عملها بشكل جيد. الآن نتيجة ارتفاع الضغط المستمر، نتيجة ارتفاع مثلا الشحوم الثلاثية والكوليسترول، وخاصة الكوليسترول اللي ذرته صغيرة اللي هو الـ LDL كوليسترول، وفي عوامل كتير تانية تلعب دور، فتندخل هالشرايين هي أو البطانة تندخل بالكوليسترول المنخفض الوزن الجزيئي، وبسبب ارتفاع الضغط فهالشرايين تفقد صفة من صفاتها اللي هي المرونة، وبالتالي الشرايين تتصلب وتتكلس مع الزمن وتفقد لمرونتها بشكل تدريجي. الآن تكلس هذه الشرايين واندخالها بالكوليسترول يؤدي إلى تضيقها بشكل تدريجي، مما يؤدي إلى نقص تروية الأعضاء الهدف يلي هي الدماغ أو الكلية أو القلب أو الطرفين السفليين أو أي عضو ثاني في الجسم. هالتضيق هذا رح ينقص من ترويتها بالأكسجين، وبالتالي بتبلش تظهر عنا الأعراض شوي شوي، والكارثة عادة رح تصير إذا أبعت واحدة من هالعصائد هدول وسكرت الشريان أو أغلقته. دكتور دائما بيقولوا انه نمط الحياة او اسلوب الحياة الخاطئ بيؤدي لمشاكل من تصلب الشرايين، قد ايه هذا الشيء صح؟ شو هي الاسباب اللي بتؤدي الى تصلب الشرايين؟ الوراثة هل ممكن تكون عامل من العوامل؟ بصراحة تصلب الشرايين في عوامل كثير بتلعب دور فيه، على رأس هالعوامل هو تناول الدهون والدسم غير المشبعة أو الشحوم السيئة أو الدهون السيئة. هي تتوضع في بطانة الشرايين وتتراكم داخلها وتزيد التصلب العصيدي. في عوامل أخرى تزيد التصلب العصيدي، على رأسها الداء السكري. الداء السكري وعدم ضبط السكر بشكل جيد يؤدي إلى تصلب الشرايين. لا شك أنه التدخين واحد من أهم العوامل يلي ساعد على تصلب الشرايين واندخالها بالكوليسترول والـ LDL كوليسترول. في عوامل أخرى نحن ممكن ما بنعرفها، يلي هي عوامل مجهولة. الوراثة لا شك أنه لها دور كبير، وتغيير نمط الحياة بشكل عام غير الغذاء يلي هو قلة الحركة والاستعداد للبدانة والاستعداد لزيادة الوزن. فهو مرض تتداخل فيه عوامل متعددة، يأتي على رأسها التدخين، زيادة تناول الدهون والدسم، يأتي على رأسها الداء السكري، وأهم عامل اللي حكينا قبل شوي هو ارتفاع التوتر الشرياني اللي يجب ضبطه بشكل جيد لحتى لا يؤدي إلى تصلب الشرايين. نعم. يعني دكتور إذا عزلنا كل العوامل المسببة اللي منها التدخين أو حتى نمط الحياة، وأحيانا كتير في عوامل ما بنقدر نعزلها مثل الإصابة بمرض السكري حكيت عنه، شو خليني أقول الأسباب أو الطرق اللي ممكن ساعتها توقينا من الإصابة بتصلب الشرايين؟ بصراحة الوقاية هو
هو هذا اللي نحن لازم ننتبه له ولازم نشتغل عليه، ولازم نوجه دائما كل الناس لحتى ما يتطور لهم او لديهم هذا التصلب العصبي. اهم شيء في عوامل نحن ممكن نتحكم فيها وفي عوامل نحن ما بنقدر نتحكم فيها. من جملة العوامل اللي نحن بنقدر نتحكم فيها على سبيل المثال التدخين، يجب إيقاف التدخين بشكل عام. التدخين هو مرض يعني وعادة سيئة جدا، والنيكوتين أو التبغ يسم البدن من أعلى الرأس إلى أخمص القدم. هلأ في أمراض تانية هي مو بإيدنا، على سبيل المثال الداء السكري، لكن لا شك أن الضبط الجيد للداء السكري سيحمينا من تصلب الشرايين. يجب ضبط السكر بتغيير نمط الحياة بالرياضة والحركة والمشي. إذا ما انضبط في أدوية بتساعد على يعني تحسين عمل الأنسولين في الجسم مثل الميتفورمين وأدوية تانية كمان جديدة وحديثة وكتير ممتازة. وإذا ما انضبط السكر فينا نضيف خافضات سكر الدم الفموية اللي هي مثل السلفونيل يوريا ومشابهاتها، وإذا ما انضبط لازم نلجأ للأنسولين بدون أي تأخير. إذا نحن لما نحافظ على سكر دم طبيعي عم نحمي الإنسان حماية مستقبلية وبيعيش الإنسان حياته طبيعية. وبقدر ما نهمل ضبط الداء السكري ويكون سكر الدم عالي صباحا أو بعد الأكل بساعتين أو يكون مخزون السكر عالي، هذا سيطور لدينا تصلب عصبي. من بين العوامل اللي ممكن معالجتها بشكل جيد وضبطها بشكل جيد هي ارتفاع التوتر الشرياني. لا شك أنه تناول أدوية الضغط بشكل مستمر والمحافظة على ضغط طبيعي سيحمي الأعضاء الهدف وخاصة الدماغ والقلب والكلية، سيحميها من تأثيرات التصلب العصبي. لا شك أنه في عوامل أخرى كثيرة جدا يجب نحن ضبطها بشكل جيد. على سبيل المثال المحافظة على لياقة بدنية وممارسة الرياضة وعدم زيادة الوزن، أو معالجة كل الأمراض الأخرى التي تؤدي إلى التصلب العصبي. لكن لا شك أنه هناك عوامل أخرى نحن هي ما بنقدر نتحكم فيها، على سبيل المثال الوراثة. الوراثة هي شغلة نحن ما بنقدر نتحكم فيها. نعم دكتور، إذا بنحكي نحن عن رحلة العلاج، كيف بتكون رحلة العلاج والأدوية المستخدمة وحتى إمتى ممكن اللجوء لعمل جراحي؟ أولا يجب الاهتمام مثل ما حكينا قبل شوي بالوقاية من المرض، لكن عندما يحدث المرض وخاصة مع تقدم العمر يجب تشخيص الأعراض. شو هي الأعراض يلي ممكن تصير عنا؟ الأعراض عادة تتمثل في عدم قدرة العضو الهدف على أداء مهامه. على سبيل المثال لما يصير عنا تصلب عصبي يصيب الشرايين اللي تروي أو تغذي العضلة القلبية، سيبدأ الإنسان يحس بآلام صدرية خناقية. هذه الآلام تزداد على المشي، تخف بالراحة. والكارثة إذا مثل ما قلنا تسكر أحد الشرايين فرح يساوي لنا احتشاء عضلة قلبية أو جلطة للقلب، وممكن تكون مميتة كمان تكون قاتلة. نعم الآن الأعراض اللي ناتجة عن التصلب الشرايين اللي رايحة للدماغ مثل الشريانين السباتيين ممكن تساوي لنا عند الإنسان أحيانا يعني دوار أو عدم توازن أو أحيانا تغيب وعي، وممكن أحيانا تساوي لنا فالج. التروية الشرايين اللي رايحة للطرفين السفليين ممكن تساوي لنا عرج متقطع. على سبيل المثال بيصير الإنسان بيمشي مسافة معينة بيصير يحس رجليه عم يوجعه وما عاد يقدر يتابع المشي. فهالأعراض متى ما ظهرت يجب تقييم المريض وإجراء تصوير للشرايين المصابة ومحاولة معالجتها. الآن العلاج يرتكز على عدة أدوية ومحاولة إزالة التضيق. من بين أهم الأدوية هي الأدوية التي تخفض الكوليسترول الخبيث أو الكوليسترول يلي ذرته صغيرة يلي هو الـ LDL كوليسترول يلي هي الاستاتينات. من بين المعالجات الأخرى الأدوية يلي بتوسع الشرايين أو الأدوية التي تقلب الخميرة، هدول كلهم أدوية بيفيدوا بهذا الموضوع. ومن بين أهم الأدوية هي المميعات، يجب استعمال المميعات حتى يجري الدم في الأعضاء وفي الشرايين بشكل جيد. الآن في حال حدوث تضيقات شديدة سواء كانت في الطرفين السفليين أو بالشريانين السباتيين أو بالشرايين اللي رايحة للعضلة القلبية، في حال التضيقات الشديدة وعدم تحمل الأعراض يجب فتح هذه الشرايين، وهناك طرق وعمليات بسيطة جدا ومتاحة حاليا، وتوسيع هذه الشرايين سواء بشبكات أو بعمليات جراحية. نعم،
طيب دكتور، قبل ما نختم حديثنا، ابرز النصائح اللي بتحب توجهها لكل يلي عم بيتابعونا، ويمكن للي منهم عندهم تصلب شرايين وهن بمراحل خليني اقول متوسطه؟ انا بنصح كل الناس لحتى ما يصير عندهم تصلب شرايين هو ضبط عوامل الخطوره يلي حكيناها قبل شوي. يجب الامتناع عن التدخين، لا شك انه ممارسه الرياضه بشكل جيد هي طريقه رائعه جدا، لا شك هو الغذاء الصحي وتناول الأطعمة التي تركز على الخضار والحبوب ولو اللحوم البيضاء مثلا أكثر، وتناول الدهون والدسم الغير مشبعة والسيئة هو أمر كثير رائع. ضبط سكر الدم بشكل جيد مثل ما حكينا، وضبط ارتفاع الضغط وتناول العلاجات للسكر والضغط بشكل دائم، وعدم يعني التفريط او الاستهتار بارتفاع التوتر الشرياني او ارتفاع سكر الدم. كل هالعوامل هي تساعد وتحمي الانسان من تصلب الشرايين. نعم، مشكور دكتور، كل الشكر لك ولا كل المعلومات اللي قدمت لنا اياها، وكثير من الاسئله كمان بانتظار انه جاوبنا عليها بحلقات جايه. شكرا لك. شكرا كثير لكم. شكرا لك دكتور. شكرا.